السلام عليكم على الإخوان، تحياتي واحتراماتي للجميع، أتمنى تكونوا بخير وعيدكم مبارك مسبقا. تحية خالصة من مراد معرفي لكل الأصدقاء وكل عشاق طائر الحسون في جميع البلدان بدون استثناء. فهذه واحد الحلقة ربما غتكون من أواخر الحلقات ديال هذا الشهر ديال رمضان، على أمل أننا نبقاو في تواصل من بعد يعني هذه المرحلة هذه. تعرفوا بأن هناك رفع حجر الصحي، وإنسان خصو يحاول يشوف آفاق أخرى خاصة من الناحية المهنية بالنسبة للإخوان، الله يفرج على الجميع. فغالبا غادي يكون شوية الوقت ما كيسمحش لنا أننا نديرو يعني حلقات متواصلة، ولكن دائما نحاولو لتتاح لنا الفرصة أننا نديرو تواصل عبر حلقة أو حلقتين مثلا في الأسبوع. هكذا تبقى دائما يعني الأواصر للبارتاج والأخذ والعطاء ما بيننا تبقى دائما مستمرة. فتحياتي للجميع. هذه الحلقة اللي غادي نعتبرها الخاتمة ديال هذه السلسلة الرمضانية، ماشي الخاتمة ديال الحلقات، ولكن كما نقولوا وختامه مسك. فبعد ما شفنا جميع المراحل تقريبا ديال التلقين وحاولنا اننا نتوسعوا فيهم وندققوا فيهم، ولا شك ان الاخوان خذوا واحد الفكره يعني فكره عامه على 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 كل ما هو مقاربه علميه طبيعيه مع التجربه مع الممارسه، وتكونت عندنا واحد ماشي قناعات، ولكن تكونت عندنا واحد الفكره ان هناك بعض الامور اللي كتبقى مبهمه بالنسبه للملوح، وانه ما خصوش يبقى يعني كما نقولوا بدون ردة فعل، انه خصو يبحث فيها من خلال التجارب. فالرساله ديالي انه كل واحد دار واحد التجربه في ميدان التغريد الا انه يدون التجربه ديالو. التدوين مهم، والخلاصه ولا النتائج ديال التجربه سنه بعد سنه نحاولوا نتقاسموها بيناتنا، وهكذا سنمر الى مرحله اكثر نجاعه ولا اكثر يعني إفكاسيتي في التلقين ديالنا. اليوم غنتكلموا على الشريط، غنتكلموا على الشريط لانه هو كيبقى السؤال الكبير في الهواية. ما هو الشريط المثالي، او ما هو التغريد المثالي اللي خصنا نديروه في التركيبه ديالنا؟ ف من خلال يعني النظريه ديالي، من خلال الراي ديالي، ومن خلال يعني الرؤيه ديالي لهذا الموضوع. ودائما الاخوان راه كتلاحظوا راه كنهضر شموليا، ما كنهضرش في الجزئيات. منين غادي نهضروا شموليا في هذا الموضوع، غادي نرجعوا نبحثوا شنو هما الشرائط اللي عطاو النتيجه. ملي كنقولوا شنو عطات نتيجه، ماشي عطات نتيجه على مستوى ملوع وملوع وملوع، لا، غنشوفوا ما هي الاشرطه اللي منين اعتمدوها واحد المجموعه ديال الهوات ديال الموانع ديال الحسون عطات نتيجه. ملي كنقولوا نتيجه بين قوسين، لان الان كنتكلموا في الولاعه، بمعنى غادي نتكلم معكم بالعقليه ديال الملوع. بالنسبه لنا اللي كيعطي نتيجه، السيدي اللي كيعطي نتيجه، اولا انه كيكون سهل في الحفظ، ولا ماجوريتي ديال الطيور كيحفظوه، وعند تقديمهم المباريات يفوزوا. هذا هو اللي كنسميوه سيدي ناجح، لانه كيلبي جميع الرغبات، رغبات الحفظ، رغبات انه الاداء مزيان، ورغبه انه الطائر ديالك ما غيحشمكش في المباراه. غادي نرجعوا للتاريخ، نقولوا رجعوا للتاريخ غير لحد ديال 2000، سنوات 2000 اللي حاضرين لا حنايا، لان انا من النوع اللي ممكنش لي نتكلم على واحد الحقبه ما حاضرش فيها، يعني داكشي اللي عايناه مباشرة ولمسناه في أرض الواقع في الهواية. رجعوا الألفين، من البداية ديال سنوات 99-2000 إلى غاية 2005-2006، الشريط الوحيد اللي كان أعطى واحد النتيجة وحفظوا بين الإخوان طيار مقانن وديال الشوك، يعني ديال الطبيعة، وطيورهم كانت
يعني سباقة إلى الفوز في المباريات كان هو الشريط المعروف المشهور عند جميع المغاربة باسم فوليم 2، شريط فوليم 2 اللي هو معروف، اللي عنده واحد الطابع اللي هو فيه كما نقولوا الحطة ديالو، واحد الحطة يعني نقدروا نوصفوها بأنها أكاديميكية. علاش أنا ربما كنت من الأوائل اللي وصفت هذا السيدي أنه أنه شريط أكاديمي، لأنه لعدة اعتبارات. البحث ديالنا في هذا الشريط، ودابا كنتكلموا في الحقبة ديال 2000 2006، هذا الشريط عطى نتيجة بدون يمكن شي واحد ما يقولش أنه عطى نتيجة. والدليل كاين، الدليل كاين عبر طيور مسجلة منذ 12 سنة ولا 13 سنة، موجودين التسجيل ديالو، الطيور اللي فاز مبارياته وكانت بطلة المغرب وإلى آخره. فهاد الشريط جا من مورا واحد الشريط آخر، حنا غنتكلم عليهم بجوج باش نديرو واحد المقارنة وناخدو إفادة على ما هي معالم الشريط الناجح. من 2006، قولوا من 2005 تقريبا 2006 إلى 2010 2011، ولا لاحظتوا الإخوان أن الولاعة ديالنا في المغرب تنقسم إلى حقب، إلى مراحل، يعني كل حقبة كاين واحد الشريط كيهيمن، كتكون ديك الموجة ديال داك الشريط كلشي كيمشي يخدم به، ومن بعد واحد 5 سنين 6 سنين ننتقل إلى شريط آخر. ولكن إلى حد 2010 2011 تحبسات هاد القضية هادي، وهذا تساؤل كبير. حنا بغض النظر على أنهم دوك الأشرطة واش تعجبنا ولا ما تعجبناش، ولا حنا كنشوفوا الآن النتائج من 2006 إلى 2010 2011، جا واحد الشريط اللي معروف عند الهواة جميعا، هو الشريط المعروف باسم أفينيدا، الإشارة أفينيدا فهو الاسم الفعلي ديال الشريط، هو الاسم ديالو الأصلي كانتون ديلا أفينيدا، ديال واحد المولوع إسباني سميتو خوسيم فرنانديز مارتينيز، اللي هو الأب ديال واحد المولوع آخر اللي هو مشهور، التكنية ديالو هو مارتينيز غويكو، كتسمى غويكو، ربما تقدر تكون سميتو غويكو تشيا. هذا مولوع كبير، وهذا السيدي ديال الطائر ديال الأب ديالو، هذا السيدي كنظن عبد ربي كان من الأوائل اللي اعتمدوا في التلقين، فمن الأولين الناس الأولين كانت واحد يعني واحد الفئة اللي هي قليلة جدا اللي اكتشفت هذا السيدي، لأن كيفاش كيتم الاكتشاف ديال هاد لي سيدي في هذيك الوقيتة؟ ديك الساعة ما كانش اليوتيوب، ولكن كانت واحد الإخوان كان عندهم واحد السبق بالنسبة للمواليع كاملين، كان عندهم واحد الهاجس ديال البحث في الإنترنت. وخاصة أتذكر ندير واحد الدورة تاريخية على هاد السيدي، يعني في 2005 2006 كانت منتديات عربية، منتديات فرنسية ديال الطيور وديال التغريد، ولكن ما كانش فيها الكوبية، وكانت منتديات إسبانية. وفي هذيك اللحظة انا كذا ما عبدو ربي كنت كنمشي نبحث في هذوك المنتديات الاسبانيه، ومره كنتلاقى مع بعض الاصدقاء، هما كانوا قلالة، كانوا شي جوج ولا ثلاثه ماكسيموم مغاربه، حتى هما كما نقولوا سالتين مخزونين مخبين وكيبقشوا في هذاك المنتدى الاسباني. وتحيه غادي نذكر الاسم ديال واحد الانسان جميل جدا، لي رغم انه انسان كاتوم، ولكن الاخوان ما كيعرفوش بانه واحد الانسان كما نقولوا عشيري في البحث منذ زمان، هو خدام كيبحث وانا كنبحث انايا، وكل واحد مخبي مخزونين، كنتلاقاو في المنتدى واحد المده، يعني كل واحد كيدير راسو راه ما شافش الاخر، ولكن من بعد كان الكونتاكت. وتحيه للاخ ديالنا من مدينه الجديده سيونس السرباتي، يونس الترباتي من الناس الاولين اللي بحثوا في التغريد ديال مالاكا الاخوان، وكنشهد ليه بها من هذا المنبر، لان داك المنتدى اللي كنا كندخلوا ليه ربما كنت انا وياهم المغاربه الوحيدين الذين يزورون هذاك المنتدى، وتما حصلنا، هو حصل من جهته وانا من جهتي، على مجموعه من الاشرطه
اللي ما كانتش موجوده نهائيا لا في المغرب لا في اي بلد عربي. وبدينا كنخدموا بها وكنحاولوا الاصدقاء نزودوهم بها بواحد الطريقه اللي هي ديك الساعه كان الكلام ما موجودش. تحيه للسيونس لانه من الناس الاولين اللي اعتمدوا هذا النمط في المنطقه ديالو تا ردوا لي الاعتبار ديالو حتى هو. فهاد السيدي هذا الخوت منين جربته شخصيا وخرج لي انا في المقنين وديك الساعه يعني حسيت بانه منين عطى نتيجه يجب ان يخرج الى الوجود. وتحيه اخرى للاخوان ديال مواليه ديال المحمدية، مدينة المحمدية كانت ورشة يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى في 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 التغريد. فهم كان عندهم حتى هما ديك الساعة منين مديناهم بهذا الشريط، فكان عندهم السبق في اعتماد هذا الشريط والطيور. إخوانا كلكم شاهدين هذه الحقبة من التاريخ ديال الولاعه في المغرب. فالمولع ديال الاخوان ديال المحمديه خدموا بواحد يعني بواحد الاحترافيه واحد 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 الرزانه ولاعيه اللي جعلتهم انهم كلهم يكسبوا طيار في هذا النمط ديال سي بي افينيدا. وبالتالي كانوا هما الفائزين بجميع المباريات على الصعيد المغربي. ملي كنشوفوا واحد من المحمديه جاي لواحد المسابقه ديال التغريد خاصه ما بين 2005-2006 حتى 2010-2011، فالأولى والثانية والثالثة فكانت غالبا من نصيب الإخوان ديال المحمدية. وتحية للإخوان ديال المحمدية. تأسف علاش ما يعني علاش وقع له الشوك الولاعي في مالية المحمدية. نتمنوا أنه يرجعوا للأوج ديالهم ويرجعوا يعني للزمن الجميل ديال مدينة المحمدية. فتحية لهم كاملين، ما نذكرش الأسماء لأنهم كلهم عزاز عنا وكلهم نشهد لهم بالرجولة الولاعية وبالكفاءة. على أي هاد جوج سيديات خديتهم أنا كنموذج، ليس لأنني أدعو الإخوان الآن في 2020 أنهم يعتمدوا هاد السيديات، لا، إلا وبغينا نعرفوا ندرسوا شنو هي المعالم أو المميزات ديال هاد الشريط أفينيدا ولا الفوليوم دو اللي جعل الطيور يحفظوه بسهولة، سواء المقني سواء الطائر ديال الشوك سواء الطائر اخر حتى الطيور ديال العش حفظوه ويؤدونه بطريقة سلاسة، وعندما نشارك بهم في المباريات يفوزون. هذا هو الاخوان، هذا هو الاسئله اللي خصكم تنظروا على نفوسكم الا كنتو عندكم الهاجس ديال البحث. لان حتى على اين حتى في التاريخ يعني منين كنشوفوا على اي تبان نذكر واحد النموذج التاريخي ما عنده حتى علاقه بالوعاء، ولكن غادي يديني غادي نسرح بكم بزاف ما عليناش. غادي ناخذوا الشريط ديال افينيدا. ما هي معالم الشريط؟ غادي نحاولوا غادي نحطوا غادي نسمعوا غنتصنتوا عليه مزيان وغنحاولوا نفهموا علاش الطيور كتمشي لهذاك التغريد بكل اريحيه وما عندهاش مشكل وكتحفظوا كامله. راه 90% من الشريط كيحفظوه. اذا ما هو القاسم المشترك ما بين جميع التغاريد ديال هذا الشريط وشنو هي المميزات ديالو اللي كتجعل الطائر يحفظه؟ هذه هكذا الاخوان خاصنا نبداو نخمو حنايا في التغريد. انا كهضرتهم ليا اللي عنده شي شريط يبقى يخدم بها الطونسيون، حيت كاين بعض الاخوان اللي ملي كيسمعوا هذا الكلام ما عرفتش علاش كي دغيا كيقولوا راه واقيلا مراد المعارف قال لنا تحيدوا الشرائط وغادي تمشيو تخدموا بالفوليوم دو ولا السيدي ديال الافينيدا. لا، خصكم تفهموا الاخوان الكلام ديالي فين كيمشي. انا الان كنحاول ندرس معكم ولا نتاملوا مع بعض شنو هي معالم الشريط. انا غادي نحاول نديفلوبي بعض المميزات ديال هاد الاشرطه باش تعطينا واحد الدرس واحد الفكره على الشريط الناجح شنو هما المعالم ديالو. وانتوما راه الاشرطه راه موجوده في الانترنت، اغلبيه القنوات كيديرين فيهم الفوليوم دو دايرين فيهم الافينيد. حتى في القناه ديالي الاخوان رجعوا راه كاينه جوج اشرطه يعني متوفره يمكن لكم تسمعوها وتلاحظوا. فالقاسم المشترك ديال هذه الاشرطه
ولربما الحاجه اللي غادي تدير لنا واحد شويه ديال لو شوك هو ان كنلقاو هاد المعالم مخالفه للتراكب ديالنا الحاليه، رغم ان الطيور كتحفظ وكيكونوا فيها مشاكل، ولا ربما ما كتجيبش لينا الشرائط ديالنا، ما كتعطيش لينا الطائر حافظ 80% ولا 70% ديال الشرائط، كياخذ 40 50% 60% فقط، وهذا كيكون كيجعله عرضه انه يبدا الابتداء، وكل بدعه ضلاله، راه ملي غادي يبدا يبتدع فهو يضل. اذا على حسب السمع ديال الانصات ديالي لهذا الشريط منذ سنين، لان خدمت به انا واحد 6 سنين ولا 7 سنين وخرجت به الطيار، ولاحظت في الشريط ولاحظت النتيجه ديالو في الطيور. الطيور في هذا الشريط لا تجتهد، ما كتجتهدش، كتحفظو لانك تحس بها بانه لبالها الرغبه ديالها التغريديه 100%. هاد الشريط الاخوان ديال لافينيدا مثلا اللي غادي تسمعوه والاشاره، فهذا الشريط ديال الفوليوم دو ولا الشريط ديال افينيدا غادي نرجعوا للتاريخ ديالهم، كيفاش 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 تخلقوا هاد الاشريط. الفوليوم دو فهو تسجيل ديال واحد الطائر ديال واحد الملوح كبير في اسبانيا اللي كيقولوا ليه ميغيل اوتشاندو. ميغيل اوتشاندو بحال قلتي هو الباب ديال التغريد الاندلسي الى يومنا هذا، فهو انسان كبير في السن الان ولكن يعتبر معلمه تاريخه في التغريد الاندلسي. بحال هو يعني من المشرعين ديال التغريد، وكتعرفوا الاخوان في ميدان التغريد كاين هما ديغراد، كاين الهوات العامه، الناس اللي كيهتموا بالتغريد، وكاين الحكام الذين يزاولون مهمة التحكيم، بمعنى الحكام شنو هو الدور ديالو كيعرف راه بليبلي تساوي 3 نقاط، وأن البانسو يساوي ناقص 7 ولا ناقص 10، فهو كيش كيدير هذاك الحكام يكونتابيليز، قلتي هادي هاك هادي، قلتي هادي هاك هادي. كاينة واحد الفئة اللي كتعتبر المشرعين في التغريد، ومنهم هاد الصنف هاد ميغيل اوتشاندو، باش نعرفوا حنا الحجم ديال السيد كيفاش داير. مشرع في التغريد كتكون عنده واحد النظره شموليه للتغريد، حتى انه يمكن ان يفتي باقصاء هاد الاغروده او تاهيل هاد الاغروده. هذا واحد المجال اللي هو كبير في التغريد، مثلا على حسب تطور التغريد في واحد المرحله ولا واحد الحقبه ولاعيه، فهاد الناس هاد الفئه اللي منهم هاد اوتشاندو جاو من بعد واحد 3 ولا 4 العناصر خطيره في هاد المجال، انهم يتبعون مراحل تغريد الكوبيه سنه بعد سنه، والتطور ديالو في الاشرطه وكيف يتعامل الملوع مع التغريد، وبالتالي كتكون عندهم في واحد 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 فكره شموليه على التغريد. ولكن دائما عندهم الهاجس، هاد المشرعين عندهم هاجس ديال الحفاظ على 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 التغريد، حفاظ على التغريد، انه لو كان الموالي يبداو يبسلو يبداو يخربقوا في التغريد، فهنا كيتدخل هو ويصدر فتوى وتنقل الى القوانين التغريديه ويطبقها الحكام، والموالي يمتثلون لهذه الاوامر. ومن هنا منين جات حتى يعني التصنيف ديال الفئه ديال الفانتازيه، فجات في هذا النمط هذا، كيف تم يعني تصنيف واحد المجموعه من التغاريد في اطار واحد الخانه اللي داروها تحت من واحد الخانه وسموها كانتو دي فانتازيا لعده اعتبارات، ومنها انهم انتبهوا للتطور ديال المولوع. فمثلا المشرع ملي كيجي وكيقول لك في القانون التغريد انه الا خديتي هاد الحبه وسقتيها مع هاد الحبه ومع هاد الحبه ومع هاد الحبه وشكلتي منها اغروده فما كاين مشكل، غادي نعتبروها صحيحه وراه غادي نحطوها لك في هاد الخانه. فماذا يعني؟ يعني انهم يسو اليكوت، ان المشرع رد باله مع التغريد. للاسف هاد الفئه ما عندناش حنا في المغرب، يعني هاد الناس اللي عندهم هاد النظره الشموليه للتغريد ما عندناش، بالدليل ان باقي كنتسناو حنا الفتوى تجي من اسبانيا، لان جميل جدا، لان دوك الناس السابقين ما كاينش مشكل. فهادي غير باش نعطيكم فكره على هذا الفوليوم 2، هو
الطائر في ملكية أوتشاند ميستو. خدا هذاك الطائر وكان طائر ممتاز، وداس تسجل في ان ستوديو هذاك الفوليوم ديال الطائر اللي هو هاجين، والاصل ديالو طائر ديال ميغيل أوتشاندو اللي تسجل في ستوديو، وتقاد الصوت ديالو وتسجل في اللحظه اللي هو ان سايلو كما نقول، ملي كيكون الطير سايل، لان الطيار باش تسجل في الاوبتيموم يعني في الطوب ديالها وتاخذ التغاريد ديالها يعني حتى في لانتونسيتي الماكسيموم هي اللي كتكون صايره. فتسجل في الاستوديو وتسجل بمقاطع بمقاطع بمقاطع، وتم عزل هذوك المقاطع في شكل سي دي اللي بين قوسين تسمى فوليوم 2. وربما غنصدمكم الاخوان، راه ما سميتوش الفوليوم 2، راه اللي كيقول الفوليوم 2 راه هي هذه التسميه حنا كنا طلقناها في المعارف على هذا السي دي، ما هو راه ما سميتوش الفوليوم 2. الفوليوم 2 الاخوان راه هو واحد السي دي ديال التحكيم، وهذه حتى هي حصريا بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش هذه المعلومه هذه. فكلمه فوليوم 2 فهي تسميه ديال واحد السي دي ديال التحكيم. فالجامع لحظه، الجامعه الاسبانيه كانت صدرات هاد لو باك ديال لي سي دي، هذا باك ديال لي سي دي فيه مجموعه من السيديات، فيه ثلاثه السيديات، سي دي ديال القاماتشو، سي دي ديال العصفور، وسي دي ديال المقنع، وسموه فوليوم 1 فوليوم 2 فوليوم 3. المشكل انه في الشريط اللي كنقولوا ليه حنا الفوليوم 2 اللي معروف، الوقيته اللي خرج بالموازات مع هذا القانون ديال التحكيم ديال هذا ديال القانون الاندلسي، اللي حتى هو من 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 الناس اللي كانوا خدموا فيه هو ميغيل أوتشاندو، خرج بالموازات ديال. وحنا في هذيك الساعه في منطقه المعارف، حي المعارف، كنحيي الاخوان كاملين، وحتى ربما الاخوان ديال بزاف ديال الاخوان في المعارف ما عارفينش هذه المعلومه، وهذه فرصه باش نشاركوها معكم. بالموازات مع هذاك الاخراج ولا ديال هذا القانون التغريد، تم تسميه هذاك السي دي كان يلا دخلنا وتسمات فوليوم 2. ياسين الاخوان بيناتهم سموه الفوليوم 2 فوليوم 2 فوليوم 2، حتى اصبح المغرب كامل ينطق بكلمه الفوليوم 2. وحان الوقت اننا نصحوا هذه المعلومه للخوت، فهو ما سميتوش الفوليوم 2. ونخليكم تبحثوا على السميه ديالو نتوما الاصليه الحقيقيه. هذه بين قوسين، فتسجل في استوديو دي سيكونس وتصيب منه داك الشريط وخرج للوجود. ارجعوا لافينيدا، السي دي ديال افينيدا ديال هذاك فرنانديز مارتينيز الاب ديال مولوع، انا كنشوفه بان شوف الاستمراريه ديال الهوايه، اب عنده ولده مولوع اللي يفوز بمباريات وهكذا. فحتى هذاك السي دي ديال هاد الطائر ديال هاد مارتينيز فحتى هو تسجل ماشي في استوديو، ولكن كان عندهم واحد المولوع كيسميوه لازارو فاريناس. لا لاحظتوا الاخوه ملي كتبحثوا دائما في السي دي ديال افينيدا في الانترنت كتلقاو دائما هاد السي دي فيه السميه ديال صاحب ديالو ومقرونه بكلمه لازارو فاريناس. لازارو فاريناس هو مولوع وكان حتى هو كومبيتيتور كيشارك في مباريات، الا كانت عنده واحد الخاصيه، كان عنده واحد استوديو صغير في البيت ديالو، استوديو لا يتجاوز مترين مربع، وكان كيسجل الطيور للناس ديال اسبانيا، اللي عنده شي طير كيجيبو ليه كيسجلو ليه. وهاد مارتينيز فرنانديز كان جاب الطير ديالو لهاد لازارو فاريناس وكان سجلو ليه يعني مجانا، والتسجيل خرج يعتبر من بين لي سيدي الاولين المجانيه في الانترنت، يعني في الاول كان شي كيتباع، كتدخل كتلقى السيدي كيتباع في الانترنت ديال كوبي. كنقول لكم هادشي راه في 2004 2005 ما كانوش السيديات في يوتيوب، لان حيت ما كانش يوتيوب، كان ديك الساعه اللي عنده شي سيدي كيبيع، ولكن بين الاشرطه المجانيه الاولى اللي كانت في الانترنت هو السيدي ديال افينيدا. داكشي اش كانت عليه واحد التهافت كبير. اذا الخاصيه المشتركه ما بين هاد جوج السيديات دائما في اطار علاش هاد السيديات نجحوا،
الخاصية المشتركة بيناتهم أنهم مسجلين من طيور حية. ملي كنقولوا مسجلين من طيور حية، هنا غادي نفتحوا الباب ديال المناقشة وديال الحيرة. الطائر ملي كنبغيو نصايبوا ليه الشريط ديالو ما كناخذوش أغرودة بأغرودة. أنا دابا كنديو بمنطق اللي تصايبوا به هاد الشرائط، فهم كيعتمدوا على دي سيكونس، مقاطع. ما نقصد بمقاطع، مثلا الطائر صايب وغادي تحطو يتكلم، ماشي غتحطو تسجلو ديك الساعة، راه التسجيل ربما يقدر يدوم يومين ثلاث أيام أربعة أيام حتى نحيط بجميع المقاطع اللي كيمكن لي يقولها الطائر. فممكن أنك تحطو في واحد ربع ساعة غادي يبقى يردد لك نفس الأغرودة، يعني ما عند التسجيل كيخرج فالصو، ما عندكش كمية كبيرة من التو. ولكن إلا كان تسجيل ولا تحطو في واحد القاعة وتخلي التسجيل مستمر ومن بعد تسمعو التو، فهذا هو أحسن حاجة. فهما كانوا كيعتمدوا على المقاطع. شنو هي مقطع ديال مقطع ماشي اغروده ولا تبتبيل، مقطع فهو ديال 10 دقائق، لان الطائر ملي كنحطوه كيدي لك واحد 10 دقائق ولا 12 دقيقه ولا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه ديال التغريد، فتتخللها واحد الحموله فيها معنى. راه ماشي كياخذ انا بير 4-5 شونجمون كناخذو من عند مانولو نحطو هنا، ولا اخر ناخذو من عند غوميز نحطو هنا لا كناخذ مقطع كامل بالتبتبيت ديالو بلا ان شونجمون دو شونجمون بالتيرميناسيون بالتعديل. هذيك لا سيكونس كتسمى الفرنسي اون سيكونس، مقطع. وكنحاولوا نجمعوا مقاطع في مقاطع في مقاطع ونشكل بها شريط شريط ديال التغريد. ولا لاحظتوا الا بقيتوا تسمعوا لا الفوليوم دولة ولا افينيدا كتحسوا بانه كاين كما نقولوا حنا بالدارجه المغربيه ولا باللغه الولائيه ديالنا في المغرب، عندهم واحد الرم يعني واحد الريتم، واحد الريتم اللي هو موحد. كتحس بان ملي كتسد عينيك من اول اغروده الى اخر اغروده، يعني من الدقيقه الاولى الى الدقيقه 30، كتحس بان هناك لحن واحد ورم واحد. وحتى بالنسبة للافيني إذا لاحظتوا هناك بحة، واحد البحة موحدة على جميع التغاني. فالبليبلي يؤدي ببحة و الميسيدا يؤدي بواحد البحة، هذيك البحة الطائر اللي في التلقين كيديتكتيها، يعني كيعيق بها. وهذه معالم الشريط الناجح ولا المقطع الناجح. لهذا إخوان في الحلقات ديالي كنت كندعوكم انكم تسجلوا الطيور ديالكم، واخا يخرج لك ميستو روفولي ميستو ما فيه العيوب كثيره، سجلوا راه غتلقى فيه واحد المقطع نقي، وهذاك المقطع راه كيهزوه كاع الفراغ. انت ضيعتي واحد لا سيكونس مشاتك من بين يدي. وتحيه للاخوان كاين دراري معلميه انه الطائر خرج ليه مثلا روفولي ولا كاراتشا كيسجلوا عاد يخرجوا كيستوكي الكلام ديالو، لانه كاين واحد لا سيكونس واحد المقطع في هذاك الميسو، مقطع على قدو 5 دقائق 6 دقائق 10 دقائق انه ممكن يوظفها. مع العلم انه مع التجربه تبين لنا بانه جميع المقاطع حتى انسان اللي عنده 3 ولا 4 ديال الطيور مسجله من نفس الريتم، انا كنهضر على نفس الريتم، وكتحس بهم بانهم متقاربين في الكلام، يعني نفس الريبيرتوار، وهذا فممكن انك تخدم بواحد المقطع ديال هاد الطائر ومقطع ديال طائر اخر ومقطع ديال طائر اخر، على شرط انك توحد لهم لو بلوك دو فينيسيون. لو بلوك دو فينيسيون الاخوه راكم كتعرفوه، هو ما اقصد به انايا هو يعني التشيوا والتيرميناسيون وحتى الاغروده ما قبل التيرميناسيون، هذا هو اللي يشكل لو بلوك دو فينيسيون. فهذه مسألة مهمة وملاحظة في الأشرطة بجوج، هي معلومة اللي صعب الوصول إليها في ظل أنك تشتغل على 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 وكر تغريدي في الأول. ولكن هنا هذه هي المميزات ديال الوكر التغريدي، من محاسن ديال أولى نتائج الوكر التغريدي هو أن مع مرور الوقت مرور السنوات كتولي عندك واحد المكتبه الصوتيه ديال الوكر التغريدي ديالك، كيولي عندك مقاطع
القاطع ديال الطير ديال 2020 و 2021 راه حفظتي واحد الطائر واخر بنفس الشريط وسجلتي مقاطع ديال مع مرور السنين كتولي عندك مكتبه صوتيه فيها مقاطع اللي ممكن هي تشكل بها شريط. وهنا الاخوه خاص الصبر، هادشي كنقول لك برا الا ما كنتوش كتصبروا وكان عندكم ما كانش عندكم الهاجس ديال الولاع وديال البحث راه ما عمركم توصلوا لهذا المستوى هذا انك تسجل طيور على مر السنين. الا كان الهاجس ديالك هو الانتاج لا برودكسيون، غير ننسى هذا الموضوع. فهذه يعني من بين المميزات ديال الشريط ان 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 هناك معاليم منو الريت منو البحة منو يعني حتى يعني الانطباع اللي كيخلي لك هذاك الشريط تحس بانه دائما طير واحد اللي كيتكلم والطيور تاعي ما تسمع. فهذه كانت حلقه نختموا بها السلسله الرمضانيه، ما بغاش تفوتني هذه المعلومه انني نقولها لكم، وخاصه انه انسان ديما كنفكروا علاش هاد الاشرطه نجحات لي كذا. وربما الاخوان غيتصنتوا وغادي ديتيكتيو معالم اخرى ديال الشريط اللي ممكن انه نستافدوا منها. ان الفيديو فيه مثلا 30 دقيقه ولا 40 دقيقه ما كيمكنش ليا نتوسع، لانه نورمالمون خاصنا ناخذوا شريط ناخذوا مقطع ديال 20 دقيقه ونتكلموا عليه مباشره نسمعوه اونصوبل ونقولوا ها التوظيف مثلا في لافينيدا، التوظيف ديال الطابليتيوس في لافينيدا عنده واحد دور كبير. وانا غادي غير اشاره باش تعاودوا تسمعوا، شوفوا الطائر كيفاش كيلعب بالطابليتيوس وقتاش كيلعب به وكيفاش كيستعملها، وهي الطابليتيوس هي اللي عاطيه اللحن التغريدي ديال الشريط. فكاين بعض الاغرودات كنسميهم انا ديال اغرودات فوديت في واحد الشريط، ولا لاحظتوا المقنين الخوت راه واحد القضيه خصكم تنبهوا لها. دابا كاين اللي كيصايب الشريط بتبيت دي 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 ابيل كات شونجمون ابيل سانكشو، ولكن المقنين راه ما كتغردش بحال هكا. المقنين كيبازي على واحد الاغروده اللي كتكون هي الاغروده فوديت حتى ماشي ما نسماش الاخوان كيقولوا جوك، ولا كلمه جوك راه خاطئه بعدا، لان الجوك جايه من جوكر هو انك توضعه في اي بلاصه. انا كنقصدو به الجوك انك ديرو في الراس هذيك الاغروده كيكون كيبغيها المقنين وهو كيوظفها على حسب الهوى ديالو يفاجئك بها في اي اغروده. ولا فينيدا هادي غير واحد لانديس حاولوا هاكا تمشيو تبحثوا في لا فينيدا، ماشي غتسمعوا تقولها زوين في شي زوينه في لا، اصير من وراء السطور وشوفوا بعدا معايا غير التوظيف ديال الطابليتيوس مثلا كيفاش وظفها بعض التغاري وغتفهموا المقصود ديالي انا من اللحن ديال الشريط. انا هذا المفهوم ديال اللحن الشريط شويه جديد على الاخوان، ولكن تعرفوا القصد ديالي من خلال هذه المقاربه ديال غير هذا المثال ديال الطابليتيوس مثلا. فكنشكركم الاخوان على يعني حسن التواصل وعلى لي كومونتير ديالكم في يوتيوب ولا في فيسبوك. نتمنى ان تكون هذه الحلقات يعني لاقت الاستحسان ديال الاخوان جميعا، على امل اننا نتابع السلسله ديالنا في اطار التنوير واطار يعني لو بارطاج ديال المعلومات في الولاعه. فتحياتي واحتراماتي للجميع والسلام عليكم.